لتسليط الضوء على العلاقات الأمريكية مع الحكومة في بغداد إثر الهجوم المستمر من قبل الميليشيات ضد المصالح الأمريكية، ما أسفر عن توقيف الإدارة الأمريكية صيانة طائرات F-16. ينضم إلينا عبر الهاتف من الدوحة الكاتب والباحث السياسي الدكتور لقاء مكي. دكتور لقاء، مرحبا بكم. يعني لنبدأ من تصريح للسفير الأمريكي في بغداد، حيث قال إن الهجمات الصاروخية التي تشنها الميليشيات الموالية لإيران على مصالح بلاده في العراق ستدفع واشنطن إلى مراجعة كثير من القضايا. كيف يمكن قراءة هذا التصريح إذا ما وضعناه أمام الحوار الاستراتيجي الذي أجراه الكاظمي في واشنطن منذ عدة أيام؟ تفضل دكتور. نعم، هو حقيقة تصريح السفير كان ملفت، لا سيما وأنه جاء بعد أيام فقط من عودة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من واشنطن. نعم. وما يبدو من أن الزيارة كانت ناجحة، لكن اعتقد انه في سياق الاوضاع داخل العراق والهجمه على الولايات المتحده وحتى الهجمه على الكاظمي، لانه لم ياتي بانسحاب كامل كما قالت الميليشيات المواليه لايران، فاعتقد ان هذا التصريح ربما يهدف الى الضغط على هذه الكيانات. وايضا مد الوقت، يعني ربما يكون هناك محاوله للضغط النفسي و إشعارهم بأن الولايات المتحدة غضبانة عليهم أو غضبانة على العراق بشكل عام. نعم. وهذا يؤدي بطبيعة الحال أو له تداعيات على الصعيد الاقتصادي، لأننا نعرف أن القضية مع الولايات المتحدة غير مرتبطة فقط بالتسليح ووجود القوات، هناك تداخل اقتصادي مباشر ومالي مع الولايات المتحدة. يعني بدون مساعدتها أو حتى بدون موافقتها ربما يكون الوضع المالي للعراق سيء للغاية، حتى على صعيد استلام العملة الصعبة. وهذه الحقائق ربما تريد الولايات المتحدة منها إشعار الأطراف المساندة لإيران الضاغطة على مصطفى الكاظمي، نعم، بأنها يمكن أن تصل إلى هذه المرحلة في حال استمرت بتوجيه الضربات لا أقول القواعد، لأن القواعد لم تعد بمتناول الميليشيات، ولكن الطرق البرية أو الأعمال اللوجستية التي تصل إلى القواعد الأمريكية. لكن في كل الحالات أظن أنه لا يتجاوز التصريح السفير الأمريكي لا يتجاوز حدود النفسية والسياسية. الولايات المتحدة ربما لن تقوم بأي تصعيد يتجاوز ذلك على الأقل في هذه المرحلة قبل الانتخابات الأمريكية. وطالما ما زال يعمل مصطفى الكاظمي في مشروع معين ربما اتفق معه أيضا أو أشرحه على الأقل للولايات المتحدة، هو لديه رؤية كما يزعم. نعم. وأظن أن هذه الرؤية تحتاج الولايات المتحدة إلى أن تعطيها فرصة على الأقل للفترة المقبلة، لا سيما وأنها ستترافق مع ضغوط متوقعة كما وعدت واشنطن على إيران. نعم. تبدأ يوم 20 سبتمبر المقبل بممارسة عملية الجناد التي هي يعني شامل عقوبات شاملة على إيران بموجب الاتفاق النووي. طيب. وهذا طبعا سيكون مؤذيا لايران على الصعيد الاقتصادي. طيب دكتور، الرد الامريكي يعني ربما تمثل في وقف صيانه طائرات F-16 الامريكيه. هناك من يرى ان ايران من خلال ميليشياتها تريد ان تدفع العراق باتجاه يعني ربما السلاح الروسي او الصيني. هل ستسمح الولايات المتحده بتمرير مثل هكذا مخطط دكتور؟ هو حقيقة العراق استورد من مناشئ أخرى غير الولايات المتحدة حتى من روسيا، لكن القضية لا تتعلق فقط بمصادر السلاح. طيب. أولاً F-16 لا تعمل، لأن الخبراء اللي كانوا في قاعدة بلد القاهرات انسحبوا بسبب القصف والهجمات الميليشيات على القاعدة. بالتالي لم تعد هذه الطائرات تعمل، هي أصبحت حديد خردة الآن بانتظار أن يصينها. الأمر الآخر، عند الولايات المتحدة علاقتها كما أشرت أكبر من مجرد علاقات تسليح. طيب. القضية أبعد من ذلك، القضية تتعلق بموارد اقتصادية ضخمة للعراق، بربط كامل للإدارة المالية العراقية بالبنك الفيدرالي الأمريكي. بالتالي المسألة يعني حقيقة معقدة جدا. الولايات المتحدة ربطت العراق بمجموعة وبشبكة من المصالح مع واشنطن معها، وبالتالي لم يعد الأمر متعلق بالسلاح فقط، الأمر أكبر من ذلك بكثير، ناهيك عن أن السلاح يحتاج إلى مدربين ويحتاج إلى عقيدة عسكرية جديدة وإلى تدريب، وهذه كلها إجراءات في الواقع طويلة المدى لا تتعلق فقط بصفقات محدودة، هي ليست بنادق فقط ولكن
تعلم عن تحدث عن نظم صواريخ، عن دفاعات جوية، عن طائرات مقاتلة، وهذه كلها تحتاج سنوات طويلة من الإعداد والتدريب والتجهيز والتمويل. العراق الآن ليس لديه أموال حتى لدفع الرواتب، فكيف بشراء سلاح وصفقات سلاح المناشئ أخرى؟ المسألة أكبر من ذلك. الولايات المتحدة ليست ظني ليست مستفزة من قضية شراء سلاح من مصادر أخرى، لأنها تعرف أن العراق لا يمكن أن يقدم على هذه الخطوة، لأنه هو مكبل بمجموعة اتفاقيات يجري الآن مراجعتها من خلال ما يسمى بالحوار الاستراتيجي الذي سيطول ربما إلى ما بعد الانتخابات. دكتور، لو أخذنا تقرير لموقع فوكس نيوز الأمريكي يقول إن الميليشيات ربما قد تتمكن من الوصول للطائرات كما حصل مع دبابات أبرامز الأمريكية، تعتقد أن الميليشيات لديها هذه القدرات أم أن هناك تضخيما في ذلك في هذا الأمر؟ الطائرات خطورتها فقط هي ليست في استخدامها بطبيعة الحال، الميليشيات لن تستخدمها، الخطورة هي في سرقتها وتسليمها لإيران ومن خلال إيران إلى الصين أو الولايات أو إلى روسيا لتفكيكها وبالتالي معرفة أسرارها. هي هذه الفكرة، يعني الطائرة أحيانا يعني تحمل بعض الأسرار العسكرية رغم أنه أنا أعتقد روسيا تعرف ماذا فيها، لكن المخاوف من هنا أن أنت ممكن تنقلها لإيران وإيران تقوم بتفكيكها وربما تأخذ تصاميمها والاستفادة من تصاميمها وبالتالي يعني بيع هذه الأسرار العسكرية إلى أو مقايضتها مع روسيا والصين، هذه هي الفكرة ولكن ليس استخدامها بالتأكيد. نعم. دكتور لقاء، الولايات المتحدة يعني وجهت ضربة نوعية تمثلت في اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري، هل تعتقد أن الولايات المتحدة ستذهب إلى مواجهة مباشرة مع إيران أو حتى ميليشياتها أو ربما أنها تكتفي بالعمليات النوعية؟ في هذه المرحلة لا الولايات المتحدة ولا إيران يريدان المواجهة. إيران تعرف أن واشنطن ربما ترامب سيستفيد من المواجهة إن استفزته بشكل مباشر وقتلت جنود أمريكا، سيكون لديه ذرائع كافية جدا أمام الشعب الأمريكي للقيام بعمليات قصف هائلة على إيران، وهو يعني سيكون زعيم حرب وسيفوز بالانتخابات، لذلك هي لا تريد أن تصل معه إلى هذه المرحلة، وهو أيضا لا يريد الدخول في حرب ربما تجعل أمام الشعب الأمريكي يعني ربما قاد بلاده إلى حرب جديدة ووعدهم بالخروج من كل الحروب. على لذلك الطرفان يريدان أن يصلا إلى حافة الهاوية دون بلوغها، يعني أنه الاستفزازات لا تصل إلى حد الحرب، هناك محاولات للتسوية وتسوية الأمور. إيران والولايات المتحدة كلاهما يعرفان ذلك ويعملان بموجب هذا القانون، تصعيد ولكن دون الوصول إلى الحافات القصوى. من الدوحة الكاتب والباحث السياسي الدكتور لقاء مكي، شكرا جزيلا لكم.